الخير على زملائي في الاستوديو، وصباح الخير على كل مشاهدين صدى البلد اللي بيتفرجوا علينا من كل مكان. زي ما عودناكم هناخدكم في جولتنا اليوميه داخل اسواق القطاعي. دلوقتي احنا بنتواجد معاكم من داخل سوق الجيزه لبيع الخضار والفاكهه القطاعي. تعالوا بقى معانا نعرف اسعار الخضار والفاكهه النهارده في سوق الجيزه بكام. سعر كيلو الطماطم النهارده بيتراوح من 35 ل 40 جنيه، دي اعلى جوده. قال لي كمان ان في طماطم سعرها 20 جنيه بس دي المستويه. البصل من 10 ل 15، البطاطس من 15 ل 25، وفلفل رومي وحامي ب 20 جنيه، وكيلو الليمون ب 10 جنيه، والخيار ب 20 جنيه. دي كانت اسعار الخضار. هنتنقل لاسعار الفاكهه. مانجه الكيت ب 35 جنيه، التين البرشومي 40 جنيه، التفاح السكري 60 جنيه والمستورد 75 جنيه، الجوافه 20 جنيه، وبلح زغلول 15 جنيه، والبلح الاصفر ب 40 جنيه، وفي البرتقان الصيفي ب 25 جنيه. دي كانت كل اسعار الخضار والفاكهه معانا داخل سوق القطاعي سوق الجيزه. تعالوا بقى دلوقتي هنعرف من تجار سوق الجيزه، هيكلمنا عن فاكهه موسم الخريف اللي بدأت معانا، وايه الانواع اللي موجوده حاليا والانواع اللي هتظهر بعد كده. وقال لي طبعا في فاكهه خلاص اخرها الفتره دي هتختفي معانا، هنعرف كل ده منه. صباح الخير، اتفضل معانا. اتفضل معانا. برحب بحضرتك معانا في صدى البلد. مرحب بك يا باشا. كنت عاوزة أعرف منك بقى زي ما قلت لي إن في فاكهة موسم الخريف بدأت معانا، عرفني عليها بقى. الرمان سعره كام النهاردة؟ الرمان ب 25. الرمان ب 25 جنيه. 25 جنيه. برضه في قلت لي القشطة البلدي. عند قشطة بلدي ب 40 جنيه. هي دي لسه ظاهرة معانا. دي لسه بشاير. دي يعتبر من فاكهة الخريف. إن شاء الله. تمام. والبرقوق. وعندي ده برقوق مستورد ب 60 جنيه. البلح عندي بلح برحي ب 40 جنيه. البلح اخره امتى؟ يعني نهايه الموسم بتاعه امتى؟ لسه شويه، ده هو لسه يعتبر لسه طالع، ما كملش شهر، لسه شويه يعني. لسه شويه. طيب برضو انت قلت لي ان في برتقان بشاير ظهر معانا. اهو عندي برتقان بصره، ده لسه بشاير ولسه يطلع للسفندي. طب سعر البرتقان البشاير بكام؟ لا بصره ده ب 20 جنيه. تمام. طيب انا لقيت عندك مانجا فص، ودي مش بنشوفها كتير يعني. سعرها كام الكيلو؟ الكيلو عامل 100 جنيه حاليا دلوقتي. طيب انا عايز اعرف بقى، انت قلت لي ان في فاكهه خلاص كده هتختفي معانا، الموسم بتاعها قرب ينتهي، من المانجا يعني، فايه ايه نوع المانجا اللي هيختفي خلاص اخره معانا الايام دي؟ هو حضرتك دلوقتي اللي هيخلص دلوقتي هم جميع انواع المانجا اعتبر خلصت، ما فيش دلوقتي غير شغاله دلوقتي حاليا النعومه والمانجا الكيت، هي دي اللي موجوده دلوقتي، وفي حاجه اسمها صدر اليمام بيبقوا على انها عويس، هي دي اللي موجوده وكتيره في السوق دلوقتي. بس العويس خلصت كده؟ لا هي لسه شويه، هي قدامها لسه بتاع 20 يوم كمان. بس هي بتودع يعني. هي خلاص نهايتها يعني. بتودع ان شاء الله. تمام. برضو انا شايفه عندك تين برشومي حلو قوي. تين برشومي ده بتاع مطروح. ده سعره كام؟ ده عامل 40 جنيه. 40 جنيه؟ وفي تين بتاع المنيا بيبقى عامل 20 جنيه، بس انا عندي بتاع مطروح حاليا دلوقتي. ده لسه مكمل معانا الموسم بتاعه؟ لسه شويه قدامه شهر كمان. يعني لو حد بيحب يعمل مربى في البيت ان شاء الله يلحق قبل ما يخلص. تمام. طيب برضو في موز عندك حلو قوي. عندي موز بلدي. سعره كام؟ ده سعره عامل 30 جنيه. 30 جنيه. ده حاجه. ده موز نضيف. في حاجه اقل من كده برضو بيبقى في من 20 جنيه لغايه 30 جنيه، بس انا عندي حاجه نضيفه ب 30 جنيه. الرمان كلمني بقى عن الرمان. ده انا عندي رمان بتاع منفلوط ب 25 جنيه. وفي اقل من كده، بس انا بجيب حاجه نظيفه. الرمان لسه مكمل معانا. لسه الرمان ده لسه بشاير، لسه مكمل معانا. دي فاكهه الخريف فلسه بقى مكمله معانا شهرين مثلا. ان شاء الله. طيب في برضو عند حضرتك عنب شفته؟ عندي عنب كريمسون نظيف. عنب كريمسون احمر. ده سعره كام؟ ده عامل 40 جنيه. تمام. العنب برضو الموسم بتاعه هينتهي امتى؟ هو برضه فاضل له بتاع 20 يوم العنب الكريمسون قرب يخلص، وبعد كده هيطلع العنب بقى المستورد، وفي عنب اللي هو اسمه عنب فيوم البذر برضه بيبقى فيه منه موجود بيتباع ب 20 جنيه. ده لسه هيظهر بقى معانا قدام. هو ظهر بس هو حاليا عندي مش موجود دلوقتي عندي. تمام.
طيب ايه الفاكهة بقى المنتظرة اللي هتظهر خلال الفترة اللي جاية؟ خلال الفترة اللي جاية بقى في زي الرمان، القشطة، البرتقال، السفندي، كل ده بقى هيغرق الأسواق معانا إن شاء الله قريب. إن شاء الله بشكر حضرتك جدا، نورتنا. شكرا ليك. شكرا ليك. دي كانت جولتنا من داخل سوق الجيزة لأسعار الخضار والفاكهة.